بده ما في ابدا. هلا انا مركز اكثر شيء عشان مركز على المعالجه الفيزيائيه. غذاء ما في. لا جراحه تندمل هنا في حمص. فشهور الحصار 19 جعلت ازمه الغذاء والدواء تبلغ حدها في ظل قصف النظام المستمر على المنطقه المحاصره. لا طحين هنا ولا مزيد من الطفوله. هنا جيل يكبر تحت اسم جيل الحصار. جيل تعلم الاحتيال على الموت لأجل الحياة قبل أن يتعلم الكتابة أو الكلام. يعني إحنا هم الحاصرين بس ما أحد بحاصرنا إنه شو اسمه إنه ما ندرس قرآن ولا ما ندرس شيء. نحن فينا ندرس كل شيء نتعلم. أكلات شوفي أكلات مشتينة. والله أنا بطاطا ولا بطاطا. أنا والله هيك شيء فراري. لم يكن خيار الجيش السوري الحر في حمص أن يحاصر آلاف المدنيين، وإنما قرار النظام الحر قرر أن حماية المدنيين هي مسؤوليته. حاول إخراجهم مرارا لكن دون أن يستجيب النظام، فقد قرر مجزرته قبل أن تحصل. لذا يرابط الجيش الحر على الجبهات ويعمل على تسيير شؤون المدنيين ويحرص ألا تنقطع سبل الحياة بهم مهما طال الحصار. نطلع الجبهة وبرجع بوقت الفراغ بصير بحوس بالزراعة. نطلع الجبهة حراسي ونطلع نرجع لهون ونكمل شغلنا. أنا تصابت عدة إصابات. هذا كفي مفكوك ومركب مرة. عندنا أطفال وعندنا نساء وعندنا مجموعات كثير بحاجة إنها تاكل. ألواح خشبية حصيلة القصف تشعل نارا للطبخ والتدفئة. القليل من التراب من شأنه أن ينبت ما يساعد على الحياة. نحن لا نتكلم عن عصر مضى بل عن حال إحدى كبرى المدن في سوريا، ذنبها أنها عاصمة الثورة التي أرادت الحرية وإسقاط الاستبداد. مدينة فيها الآن آلاف المدنيين هنا يدفعون عنهم الموت بما تبقى لديهم من إرادة الحياة، ويكتفي العالم بأن يراقبهم بصمت مخزٍ ومريب.